ولد يا ولد. بيه ولد مبروك ولد يا ولد مبروك الله يبارك فيك. هي ألفت ما جاتش معاه ليه؟ أنا مش عارف، بس أنا كنت سامعاها بتقول إنها هتعمل معرض رسم هناك. طيب بلغيها السلام بينك وبينها كده لما ترجع، وبوسيلي نجوان والمولود الصغير. من عيني، مع السلام، مع ألف سلام. يا عمري ما حسيت بسعادة زي الليلة. خلاص يا ستي، ليك عليا كل يوم أسهرك سهرة أجمل من اللي قبلها. يا سلام يا مراد، مش عارفة أقول لك إيه، انت حقيقي انقذتني من سجن كبير كنت عايشه فيه. يا ألفت مش للدرجه دي واكتر، ده انا كنت محرومه من السهرات والحفلات وقاعده في العزبه لما قربت اتخنق. انت بتبص لي كده ليه؟ مش مصدق عيني. انا معايا ارق واجمل مخلوقه شافتها عيني. معقوله انت معايا هنا جنبي ليا انا لوحدي؟ مراد بلاش مجامله. لا دي مش مجامله، دي الحقيقه يا ألفت، يمكن كمان اقل من الحقيقه.
ده انت مراتي وحياتي وحبي وكل حاجه. على فكره ألفت، انا شايف ان رأفت حمله زاد وبقى كتير، انا قصدي مسؤولياته بقت كتير. مش فاهمة يعني. أرضه عنده، أرضه، أرض نجوان وأرضك، يعني أنا ما يعني إيه رأيك لو نشيل شوية من المسؤوليات اللي عليه؟ إزاي؟ يعني تعملي توكيل عام علشان أراعي أرضك وأشوف مصالحك، وكفاية على رأفت أرضه وأرض نجوان، و نلغي التوكيل بتاع أخوك رافض. خلاص يا مراد، اللي تشوفه صح وفي مصلحتنا اعمله حتى من غير ما تسألني. أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا أراعي مصلحتك وأسهر على راحتك. أنا بقى مش مصدق إن عندي ولد جميل بالشكل ده. تعرفي إن تقطيعه مسمسمة زيك؟ أيوة، بس أنا كنت عايزه بنت حلوه. ومال نجيب بنت كمان، بس ما تطلعش شبه. انا عايزه شبهك. رأفت، غريبه يعني ان ألفت ما بعتتش جوابات لغايه دلوقتي. دول في شهر العسل، معقول هيفكروا فينا؟ ايوه، بس دول بقالهم شهر وزياده. يمكن شهر العسل بتاعهم بشهرين. على رايك. الو. ايوه انا. ايوه هجراسي، خير؟ ايه الاخبار؟ وانا ضربت لحضرتك تليفون امبارح محدش رد. اي اوامر؟ ايوه هجراسي. اصل انا والهانم خرجنا الصبح ما رجعناش الا بالليل. اسمع، عايزك تقابلني يوم السبت في طنطا. ايه ده، انت هتسافر وتسيبني لوحدي؟ لحظه يا هجراسي، عاوز اروح اشتري سماد وتقاوي وهرجع على طول. ايوه يا جراسي، يوم السبت الساعه 10 استناني على القهوه. مع السلامه. القمر مكشر ليه؟ دواته تشتري سماد وتقاوي وتسيبني لوحدي. يعني حوحشك قوي؟ هرجع على. دي مبايعة ب90 فدان، المفروض انك اشتريتهم من الهانم. 90 فدان؟ ايوه، انا بعتلك باسم الهانم 90 فدان ب27,000 جنيه وقبضت تمنهم منك. مش فاهم حاجة، والمؤاخذة. فتح مخك معايا يا هجراسي واسمعني للآخر. اهو، التسعين فدان دول بتوع الهانم. وانا بصفتي وكيل عنها بعتهم لك. هنروح سوا انا وانت للشهر العقاري واقول انا قبضت منك تمنهم، تروح انت مسجل الارض دي باسمك. مفهوم لحد كده؟ لحد كده مفهوم، بس مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. قصدك تفهم انا عملت ليه كده بالظبط يا بيه؟ بعد اسبوعين ثلاثة هنروح سوا تاني انا وانت الشهر العقاري. ونروح مقدمين مبايعة منك ليا، وروح مسجل الارض باسمي. فهمت. حضرتك مش عايز المبايعه تكون من الهانم لحضرتك طوالي، زي ما عملنا في العزبه بتاعت ممدوح والفيلا. خد امضي دي. ايه ده بيه؟ واصل امانه عليك ب30,000 جنيه. يا نهار زي بعضه، 30,000 جنيه. اسمع يا عم، اقول لك عشان عينيك لو تزوغ وتطمع على الارض وترفض ترجعها. هوديك في ده. لو انا مش معقول اعمل حاجه زي كده. هجراسي ابو نعمه. هجراسي امر بيه، اوعى الموضوع ده يخرج بره. لو حد عارف بيه هيبقى اخر كلام بيني وبينك، وخصوصا ألفت هاني. ليه؟ هو انا عيل صغير يا بيه. سلام سلام.
سعاده الباه الحق. في اعطيات السيد ابو عفيفي خول العزبه. مال بيقول ان خول عزبه مراد ورجالته منعوا الانفار بتوعنا يشتغلوا في الحوض الغربي. ارض ألفت؟ ايوه يا بيه، وبيقول انهم ناويين على الشر. ومنعوهم ليه؟ معلوش قال ان ارض ألفت هانم بقت تبعهم ومحدش من رجالتنا عاد يخطيها. مين قال الكلام ده؟ دي اوامر البيه. مراد ازاي اتصرف في ارضنا بالشكل ده؟ لا، ما هي ما بقتش ارضكم. انت بتقول ايه؟ الارض بقت ارض مراد بيه. نعم، يعني التوكيل اللي مع سعادتك اتلغى. الوكيل الرسمي المعتمد قانونا دلوقت مراد بيه ابو الدهب. كده طيب. عفارم عليك يا هجراسي، اهو كده. لا ازاي، انا هاجي لك طنطا الاسبوع اللي جاي تاني. عايزك تخلي بالك من الارض وما تعتمدش على حد، وتخلي بالك كمان من نوبة الري بتاعت أرض الهانم. طيب مع السلامة يا هجراسي. مع السلامة. انت كل يوم والتاني هتسافر ولا ايه؟ الأرض مشاكلها كتير يا حبيبتي، واللي ما يوليش أرضه بنفسه تضيع منه. طيب مش ناوي تيجي معايا البنك علشان اطمن على الرصيد بتاعي؟ لا طمني، أنا أصل امبارح عديت على البنك واطمنت على رصيدك، لقيته 18400 جنيه. مظبوط؟ انا دايما بتعبك معايا. اوعي تقولي كده، اذا ما كنتش هتعب لك انت هتعب لمين؟ عن اذنك. ها هيا رأف، عملت ايه؟ اتضح فعلا انها لغت توكيل وعملت توكيل لمراد. وانت يهمك ايه؟ مش هو جوزها؟ انا ما يهمنيش التوكيل في حد ذاته، انا يهمني موقفي قدام الناس هيقولوا ايه. مش مأمن اخوها يا رفت؟ انا مش شايفه اي حاجه في الموضوع ده، مراد جوزها وهي حر. اعرف يا نجوان، انا بديت اقلق. تقلق من ايه يا رأفت؟ الحكاية دي مراد ليه بيعمل كده؟ عطي المحبة، كل المحبة وعطي حياتي، واسمح حبيبي لا تسيء ظني فيها. أقدم لكم الأغنية الفلانية، تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعة واحدة كده. شفت واحد منكم يوطوط هنا اني لا اكسر راسنا. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا اخي. كلام غايه 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 في الايجابيه. عندي كلام، كلام مهم. خروفي خروفي لابس بدلة صوفي. يعطيك العافيه، تحياتي. ذكريات طاش، السبت 8:30 مساء على قناة ذكريات. عطني المحبة، كل المحبة وعطي حياتي، اسمح حبيبي لا تسيء ظني فيها. أقدم لكم الأغنية الفلانية، تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعة واحدة كده. وأنا أغني وهو وياي يغنى، مبسم غزال اللي ويلي، مبسم غزال.
مدام كل شيء تم على خير. وصل الأمان. شكرا بيه. أنا اللي متشكر يا جراسي. العفو بيه. ومبروك على 90 فدان. الله يبارك فيك. عايزك تشد حيلك وتفتح عينيك كويس قوي لكل كبيرة وصغيرة. من غير ما تقول يا بيه، أنا صاحي لشغلي تمام التمام. أنا عارف يا عجرسي. عايزك تصحى قوي للي اسمه يوسف واللي اسمه ممدوح ده. أما أنا جايبالك حتة خبر إنما هيبسطك قوي. أوعى يكون عريس. عريس إيه؟ مراد بيه اتجوز ألفة هانم اللي ممدوح طلقك بسببها. معقول الكلام ده؟ أه ده اللي حصل. مين اللي قالك؟ الأستاذ عادل المحامي، هو ده اتوه عنه حاجة. يعني خلاص اللي كانت واقفة في السكة نزاحت يما. بتقولي ايه يا بيت؟ مش يمكن يما نستلح بقى ونرجع لبعض؟ وهو الواد برضو ابتدى يسأل عن ابوه. يا بيت هو لقى ياكل يجي يقعد معانا ويشتغل بشهادته. طب دي اقل منها بيشتغلوا بيها فندية يما. ما تخلينا مع الأستاذ عادل المحامي احسن، ده راجل كسيب وذوق ومعاها الحقوق اللي ممدوح فشل فيها. انت بتصدقي ده كاتب محامي. انا هروح لممدوح العزبه واعرض عليه الصلح. انت اللي هتروحي له؟ انت اتجننتي؟ ما هو جال حد هنا يما واحنا اللي مشيناه. خلاص انت حره بقى، زهقتيني. الو؟ لا مش موجود يا فندم. مين حضرتك؟ المحامي بتاعه؟ هو في العزبة. تحب نقوله حاجة لما يجي؟ عوايد ايه اللي متأخرة؟ عوايد عن 90 فدان؟ حضرتك متأكد انه اشترى 90 فدان؟ ها؟ لا ابدا مفيش حاجه. طبعا هبلغه لما يجي. مع السلامه. غريب. مين؟ ادخل. ممدوح انت بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف انت قاعد هنا بتعمل ايه. انت جاي تشمتي فيا؟ انا اشمت فيك يا ممدوح؟ انت لازم تعرف ان مهما يحصل بيني وبينك برضو انت ابو ابني. ما تفكرنيش ممدوح. سأل عليا؟ المحامي. ما قالش حاجة؟ قال لازم تدفع العوايد في ظرف أسبوع. عوايد ايه؟ عوايد الأرض الجديدة اللي اشترتها. مش فاهم. 90 فدان. آه طيب هبقى اتصل بيه. هو انت اشتريت 90 فدان بصحيح؟ ها؟ اشتريت 90 فدان. وفين 90 فدان دول؟ دول هناك جنب الارض في العزبة. يعني اشتريتهم بعد ما اتجوزنا؟ ايوه اشتريتهم بعد ما اتجوزنا. ما قلتليش ليه؟ جرى ايه ألفت؟ انت من امتى بتسأليني اشتريت ايه وبعت ايه؟ شريت الأرض دي من مين؟ من هجراسي. هجراسي خولي وعنده 90 فدان؟ لا، هجراسي كان الوسيط اللي بيني وبين صاحب الأرض.
ومين صاحب الارض ده؟ يوه جريه ولفت انت النهارده اسئلتك كتير قوي وانا جاي تعبان ورايا شغل. اسفه كنت فاكره من حقي اعرف حاجه زي دي. اديني قلتلك لا خلاص. انت خارج تاني؟ ايوه خارج تاني. الله في اسئله تانيه؟ لا مع السلامه. كده برضه يا ممدوح جايلك لغايه عندك تسيبني وتمشي؟ ما قلتلكيش تعالي. معلش بس كان واجب اجي واطمن عليك. على الاقل فيه بينا عيش وملح. ده غير ابننا شريف. لو عايز فلوس اكتر انا ابعت له. الفلوس مش كل حاجة يا ممدوح. هو عايز يشوفك انت. انا ترجيتك عشان اشوفه وانت خبيتيه عني. كنت واخدة على خاطري منك. وايه اللي غير الحال؟ شريف كبر دلوقت وابتدى يسأل عن ابوه وكل مرة اقول له مسافر يقولي طب حيرجع امتى. قولي له مش راجع. ما تحاولش تهرب يا ممدوح. هتهرب من مين وهتروح فين؟ انت دلوقتي بالنسبه ليا ماضي وانا لا يمكن افكر في الماضي. ليه؟ مع ان الماضي بتاعك كان احسن من دلوقتي. عاجبك البهدله اللي انت فيها دي؟ انا حر. لا ما انتش حر يا ممدوح بيه. انت موهوم. كل شيء راح منك. ايه اللي بقالك دلوقتي؟ انت تحمد ربنا ان انا جايلك لحد عندك وبقولك نتصالح. مع ان انا معروض عليا اتجوز محامي معاه شهاده الحقوق اللي انت ما خدتهاش. لكن برضو طلع عندي اصل وفضلتك انت. وما طلعتش زي واحده اتجوزت وغدرت باللي باع كل شيء علشانها. تتكلمي عن مين؟ عن اللي بعتني عشانها يا ممدوح بيه. ألفة اتجوزت؟ لو انت ما تعرفش ولا بتستعبط. مش ممكن ألفة لا يمكن تتجوز حد غيري. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قالي. مين؟ مش معقول مين اللي قالك الكلام ده؟ ألفة تتجوز حد غيري؟ اتجوزت مراد كلافك يا ممدوح بيه. اتجوز ألفت؟ يا سلام تقدر تقول اتأخرت كده ليه؟ أنا حمود من الجوع يا رأف. أنا مش قد زعلك حرمت حقك علي. يا سلام. طب يلا يا دادا حضر لنا الغدا. أخبار ولي عهدنا محي إيه؟ مجنن الولد ده مش عارفة طالع شقي مين. طبعا أمه. يعني أنا شقية بقى يا سرافت ولا إيه؟ لكن بحبك. الأكل جاهز يلا. اتأخرت ليه؟ أنا هربيهم كلهم. كنت فين؟ ما بترديش ليه؟ كنت فين؟ كنت في البنك. كنت في البنك بتعملي إيه؟ بصرف شيك. شيك بتاع إيه؟ احتجت الفلوس قلت اصرف 1000 جنيه من حسابي. طب وانت محتاجة فلوس في ايه؟ انا مأخر عنك حاجة؟ ما انا عارفة بس يا خسارة البنك رفض يصرف الشيك. عارف ليه؟ لان حضرتك سحبت كل رصيدي من البنك ومن غير ما تقولي. طب وايه يعني؟ طب ما انا جوزك. ما
وعشان ما انت جوزي تجردني من كل حاجة وتاخد فلوسي وارضي. قلت انت اتغيرت خالص، ازاي تكلمي بالطريقة دي؟ ما خلاص انا فهمت كل حاجة، فهمت انت ليه اتجوزتني، انت اتجوزتني عشان فلوسي وارضي. يا ألفت يا حبيبتي، احنا الاتنين كيان واحد، يعني اللي عندك واللي عندي دول ولادنا. هما دول الكلمتين اللي انت فاكر انك هتضحك بيهم عليا؟ حبيبتي انا حبيبتي دي كلمه ما تقولهاليش، دي كلمه تقولها للارض والفلوس. ألفت انت اتغيرت خالص. انا اللي اتغيرت بقى؟ دي ألفت، دي ألفت اللي انا حبيتها واتجوزتها واديتها اسمي. اسمك هو انت ليك اسم؟ اخرسي. انا استاهل اكتر من كده، لكن مش عايش معاك بعد النهاردة. انت حرة، عايز عرضي وفلوسي. مالكيش عندي حاجة. بقولي الكلام ده للنيابة. انت بتهدديني؟ سيبني. النيابة اللي بتهدديني بيها دي مش هتعملي حاجة، انا اتصرفت بتوكيل رسمي منك وانت عارفة ده كويس. كده طب هتشوف يا مراد يا ابو الدهب. الو، ايوه انا رافض عاصم معاك. اهلا يا ألفت، ازيك يا حبيبتي؟ الله مالك بتعاطي ليه؟ طب اهدي بس عشان افهم ايه الكلام اللي بتقوليه ده. طيب انا جايلك حالا، ما تعمليش اي حاجه، انا هتصرف. في ايه يا رأفة؟ البيه ما كفهوش، خد فلوسها وخد ارضها كمان. هو مين؟ اسم مراد وبيضربها. معقوله؟ معقول مراد يعمل كده؟ انا لازم اسافر لها مصر حالا، خدي بالك من نفسك ومن الولد. ها ارجوك ما تتهورش يا رأفة. حاضر يا حبيبتي، سلام. اطمن، مع السلامه. يا رب. ايه اللي حصل يا استنجوان؟ ايه اللي حصل؟ تصوري يا دادا، مراد بيتصرف مع ألفة تصرفات غريبه قوي، مش ممكن يكون ده مراد اللي اتربى معانا. مراد اتغير قوي يا دادا. شوفي مين. ممدوح، ازيك يا ممدوح؟ ازاي توافقوا على جوازه زي دي؟ ألفت تتجوز مراد، وانا اللي عشت طول عمري على امل ان اتجوز ألفت، ألفت اللي كانت كل شيء بالنسبه لي. ممدوح، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا طول عمري بقول الكلام ده وانتوا عارفينه. انا اخوك يا نجوان، كان لازم تقفي جنبي. ما كنتش اقدر يا ممدوح، الظروف كلها كانت في صف مراد، وكمان دي كانت رغبة ألفت، هو خدعها وخدعنا كلنا. الجبان النادل. تصور يا ممدوح، أخد فلوسها وأرضها وبعد كل ده بيضربها. أنا لازم أسافر لمصر، أنا لازم أقدمه. خلاص ما عادش في حاجة أخاف عليها، خلاص ما عادش. لا أرجوك يا ممدوح ما تسافرش، أنت مالكش دعوة، هي أخته وهو حر معاه يتصرف زي ما هو عايز، ولما يرجع هنشوف عمل إيه. دي مراتي، فاهم يعني إيه مراتي؟ للأسف يا مراد بيه إحنا اتخدعنا فيه، عرفت تضحك علينا، لكن لازم أفهمك حاجة، إن أنا لا يمكن هسمع لك إنك تبهدل أختي أبدا. إيه اللي في إيدك تعمله؟ ها؟ تحداني؟ أنت اللي بتدخل نفسك بدون داعي. أنا لازم أطلع يا أبي، لازم تخليه يطلقني. أنا مش قلتلك تخشي جوه؟ خشي أوضتك يا ألفت، أنا هفهم كويس، خشي يا حبيبتي. قد
اقدم لكم الاغنيه الفلانيه تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعه واحده كده. الحين جاييني؟ علاء مريض، في ورم خبيث في الكلى ولازم يكون معي أنا. جاييني يا أبوي. ترى المدمن هو خوج. ظاهر الإنسان هذا وراه سبب كبير. أنت اللي بتعطيه الجرعة الثانية. أنت اللي تحدد مصير نفسك. الأبواب يومياً 9 مساءً على قناة ذكريات. أقدم لكم الأغنية الفلانية تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعة واحدة كده. خليك أنت في حالك ومالكش دعوة بالكلام ده، دي مشاكل بتحصل بين كل زوج وزوج. لو كنت عايزني ابقى في حالي يبقى لازم ترجع لها فلوسها وترجع لها ارضها. افتكر بقى ان دي حاجه تخصني انا، ومش هسمح لاي مخلوق انه يتدخل بيني وبين مراتي. كده يا مراد؟ طيب انا هعرف ارجع لها حقها. احب اوصلك للباب؟ أنا عارف سكتي كويس. أبي رافض. راح فين؟ أبي راح فين؟ أنت بتعمل فيا ليه كده؟ أنا عملت فيك إيه؟ أنتوا اللي عملتوا فيا إيه؟ أنتوا اللي وصلتوني لكده. كلكم ممدوح. رافض أخوكي. كلكم نجوان. نجوان أربعين زرعتم جوايا الحقد والكره. قتلتوا فيا الحب والغير. أنا في الماضي بتعذب، وفي الحاضر بتعذب. أنا بتعذب. ده إنسان مش طبيعي بيعمل فينا كده ليه؟ قطعا في حاجة. هيكون في إيه بس يا رأفت؟ أنا عارف، أنا ما بقتش فاهم حاجة أبدا. طب ممكن تقعد بقى وتهدي نفسك وتفكر في اللي لازم تعمله. أنا لازم أتصل بالمحامي. صح، هو ده التفكير السليم. ألفت يحصل لها كده؟ لأن اللي عاوز أحقق لها السعادة اللي في الدنيا أنا السبب. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك يا هجراسي، نورت العزبة استهاني. في شنط في الطنبيل اجيبهم بيه؟ يوسف هيجيبهم. انا عايزك يا هجراسي. تحت امرك يا سعادة البيه. من النهاردة بوابة الجنينة هتنقفل بالسلسلة الحديد. ما انا كل ليلة بقفلها بالسلسلة والقفلة بيه. وهتنقفل بالنهار كمان، واللي عايز يدخل ولا يخرج انت بنفسك اللي هتفتح له. تحت امرك يا بيه. شخص واحد بس ممنوع يخرج من الفيلا نهائي. مين؟ الهاني. ليه يا بيه كفر الشر؟ مش شغلك، نفذ وبس. تحت امرك يا بيه. ممدوح عملتها مرات؟ بس سايب شغلك وجاي ليه؟ عايز اقول لك حتى لو معاك كل كنوز الدنيا
مش هتقدر تشتري قلب ألفة. خدعتها وخدعت الكل، لكن مش هتقدر تخدعني أنا. عارف ليه؟ لأن أنا الوحيد اللي فاهمك. امشي ادخل أوضتك. انت لسه ما وضبتش الهدوم؟ لما اكلمك ترد عليا. هي العيشه بالعافيه؟ اذا كنت بتعملي كده عشان اطلقك، انا مش هطلقك. اقدر اعرف السبب؟ مراد، بحبك. اطلقك ازاي؟ معقولة دي؟ لو تعرف شعوري من ناحيتك كنت تغير رأيك. وإيه بقى شعورك ناحيتي؟ بكرهك. شعور مش غريب عليا يا مدام. اسمع يا مراد، أنا عارفة أنت ليه مش عايز تطلقني. أنت خايف لأبلغ النيابة. بتهيألك. طب طلقني وانا مستعدة تنزلك عن 40 فدان من ارضي. انت عايزة تطلقي بصحيح؟ ايوه. تمضي على اقرار. اقرار بايه؟ ان كل تصرف عملته بالتوكيل كان سليم وكان بموافقة منك. الإقرار مكتوب معايا وجاهز، مش ناقص عليه إلا إمضتك. أنا مستعد أمضي، بس على شرط. أمضي وأنا أطلقك. اديني مضيت اهو. وانا ما يخلصنيش اطلقك. تروحي فين وهتعيشي فين؟ انت برضو مراتي وانا مش هطلق. أنا مسافر مصر وراجع بكرة الصبح. طمني بيه. لو ألفت هانم سابت الفيلا هتبقى أنت المسؤول. فاهم؟ لا حد هيدخل ولا حد هيخرج. تعجبني. تليفون عطلان استهاني. انت ايه اللي دخلك هنا؟ امشي اطلع بره. بره! Thank you.
يوسف. ايوه يا بيه. هو هجرسي مديك مفتاح البوابه؟ لا يا بيه. الله، امال بشوفك بتطلع المفتاح من جيبك وتفتح القفل. ايوه بيه، اصل البوابه ليها مفتاحين، والبيه لما قال لي سلم مفتاح الفيلا للمعلم هجرسي عطيت المعلم هجرسي مفتاح وخليت المفتاح التاني معاي. جدع يا يوسف جدع. طيب الدهون اديك ايه؟ المفتاح. لا يمكن يا بيه ابدا. ليه؟ من غير ليه؟ انت عايز مراد افندي ياخد خبر يوديني في 60 داهيه؟ طيب وهو شعرفه؟ اعمل معروف، اعمل معروف يا ممدوح بيه. طيب بس هات ما تخافش. انا اللي عطيتك مفتاح ولا كان فيه مفتاح من اصله؟ ظهر التليفون عطلان. انت متاكد ان هم رجعوا العزبه؟ ايوه، رجالتنا شافوا واقف عند الارض. طب مش يمكن رجع هو لوحده؟ انا متاكد انها رجعت مع العزبه. رأفة، طب ايه رايك لو اروح لنا بكره الصبح بنفسي؟ انت ما تتدخليش في الحكايه دي خالص، احنا هناخد حقنا بالقانون. يا خبر لحي سهل. قفل البوابة وراح نام. متأكد انه نايم؟ في سابع نوم. طيب روح انت خليك قاعد جنبه، لو صحي تديني اشارة زي ما فهمتك. انا خايف قوي ممدوح بيه. يلا بسرعة بس ما تبقاش جبان. يلا امشي. حاضر. انا هخرجك من هنا. ازاي؟ معايا مفتاح القفل. يلا يلا وضبي شنطتك بسرعه، انا هستناكي تحت. بسرعه. ألفت يلا انت يا ألفت. يلا مع السلامة. بسرعة. استولفت.